مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة فنادق الخليج توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع، أي ما قيمته 5 ملايين دينار بواقع 30 فلسا للسهم الواحد. ووافقت العمومية العادية على تخصيص مبلغ 225,000 دينار للأعمال الخيرية، وتخصيص مبلغ 10,000 دينار لدعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتسويقية، وتدوير مبلغ 3 ملايين دينار تقريبا كأرباح مستبقى ترحل للسنة القادمة. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة فنادق الخليج على إضافة نشاط مكتب لإدارة الشقق الفندقية تحت التأسيس، ونشاط إدارة الشقق الفندقية إلى أنشطة السجل التجاري. كما تشوف المساهمين كانوا مرتاحين من أداء الشركة ويتفهمون وضع الشركة الحالي وخطواتها المستقبلية. طبعا اعلنا ان حنبني فندق في دبي بيكلف تقريبا 40 مليون دينار، طبعا نبني كذلك شقق فندقيه في الجفير لادارتها، وعندنا مشاريع ثانيه الحقيقه تحت التطوير. ان شاء الله الشركه خلال الفتره القادمه يكون ارباحها كثيره اكثر في المستقبل.